بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمود عليطو، رئيس المجلس المحلي في مدينة تل رفعت. أولا، نزح أهالي تل رفعت منذ سنتين تقريبا بسبب القصف الروسي الشديد حينها، الذي سبب دمارا هائلا في المدينة، مما اضطر الأهالي إلى الهرب بأولادهم ونسائهم ومسنيهم. وكان هذا القصف الذي وصل إلى عشرات الغارات يوميا تمهيدا لدخول عصابات PKK الانفصالية. عدد النازحين من تل رفعت يساوي تقريبا 50,000 نسمة، بالإضافة إلى القرى المجاورة التي بلغ عددها حوالي 22 قرية، مما يساوي حوالي 250,000 نازح من هذه المناطق. لا يستطيع أهالي تل رفعت العودة إلى تل رفعت بسبب خوفهم من الإرهابيين، حزب PKK الإرهابي، لأنهم اغتصبوا أراضيهم، سرقوا ممتلكاتهم. عصابة حاقدة طبعا هي عصابة PKK، شردت هؤلاء الأهالي، تحاول زرع الفتنة بين الجيران من الكرد والعرب. كانت طبعا مدينة تل رفعت كانت مقصدا لأهالي المنطقة المجاورة من كرد وعرب، وكان يسيطر عليها الجيش الحر الذي راعى حصن الجوار، ولم يدخل مدينة عفرين أصلا ولا أي قرية من القرى الكردية. طبعا يعيش أهالي تل رفعت حاليا حالة نزوح يعني صعبة جدا، تفتقر المخيمات العشوائية التي يعيش فيها أغلب أهالي تل رفعت إلى أبسط أنواع مقومات الحياة. وبعد مرور سنتين على النزوح، فإن الخيام أصبحت مهترئة، لا يمكن أن تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، وليس فيها أدنى خدمات، ولا يعاني الأهالي من صعوبة التنقل في الشتاء. ثم إن الأطفال أو الطلاب جميعا يدرسون في مدارس من الخيام، ليس فيها أدنى تجهيزات، فهم بحاجة إلى كل شيء تقريبا. والأهم من ذلك هو عودة الأهالي إلى أراضيهم، إلى مدينتهم وإلى القرى المغتصبة. طبعا هذا هو الحل الأخير، يعني الحل الصحيح هو أن تعود جميع الأهالي إلى أراضي، إلى مدنهم. طبعا في حال عودة الأهالي إلى تل رفعت، هناك تهديد ومخاطر من حزب PKK أو ما يسمي نفسه BYD، هم عصابة إرهابية، فهناك تهديد على حياة الأهالي. طبعا هم هدفهم إقامة كيان انفصالي على الحدود بين سوريا وتركيا، لتبقى بؤرة للتوتر والمؤامرات في هذه المنطقة، فهم لا يستطيعون العودة. حاليا وجود الحزب في عفرين يسبب مشاكل في سفر بعض الأهالي من الريف الشرقي إلى الريف الغربي، لأنهم يعتقلون بعض الأهالي بحجج واهية باتهامات إرهابيين أو اتهامات العمالة لتركيا. لذلك فلا يستطيع الأهالي العودة إلى هذه المناطق مطلقا، إلا في حال خروج الحزب الإرهابي منها. في حال سيطرة تركيا على عفرين طبعا ينتهي PKK، لأن قيادات PKK كلها في عفرين، وعفرين تعتبر بالنسبة لهذا الحزب هي رأس الأفعى. لذلك في حال دخول الأتراك، الأخوة الأتراك إلى عفرين، فإن هذا الحزب سينتهي دوره في المنطقة، لأنها تحوي قيادات هذا الحزب الذين أتوا من خارج الحدود. لذلك فإن الخلاص من هذا الحزب سيجلب الاستقرار للمنطقة كلها، ويستطيع الأهالي في تل رفعت و 22 قرية أخرى العودة إلى بيوتهم وإلى أراضيهم، وعودة إلى حياتهم الطبيعية.